إخوان المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدوا مني الدورة الخامسة من عصبة الشرق القسم الممتاز التي ستجمع بعد قليل كيف كتشوفوا على الصورة نهضة شباب سلوان وفريق نجم ميدار. نعطيكم مختصرات نهضة شباب سلوان. تعادل واحد المقابلة وخسر واحد المقابلة، فيما فاز بنقطتين بفوزين، يعني الرصيد ديالو 7 نقاط. فيما نجم ميدار فاز ب4 مقابلات، لم يخسر الى حد الساعه اي مباراه، مما يعني ان الفريق في وضعيه جيده، لا من الناحيه التقنيه ولا من الناحيه الماليه ولا من ناحيه المكتب المسير. واحد دقيقه صمت ترحما على ارواح غزه، وكذلك ترحما على احد المدربين، المساعد الثاني للمدرب نهضة شباب سلوان الذي توفى والده هذا الاسبوع، فرحمة الله على الجميع. بالنسبة لتحكيم المقابلة، باش نعطيكم الحكام من عصبة الشرق وجدة، حكم المباراة السيد بودلال رضوان غني عن التعريف في قراراته التحكيمية، وكذلك المساعد الأول السيد مغلي عبد الحفيظ، فيما المساعد الثاني السيد عزيزي محمد، أما مندوب المباراة السيد مبروك عبد الحق من بركان. اسمع الصوره كامله.
الحكم مع الاستعداد لبداية اللقاء كيف كتشوفوا مباشرة معكم على موقع سبورت نادور الإخبارية الرياضية. في هذه الأثناء انطلاقة المقابلة المحاولة الأولى لفائدة نجم مدار، لأن الدفاع كان في المكان المناسب. محاولة ومحاولة ضائعة، رجعت إلى تماس لفائدة نهضة الشباب سلوان. الحكم يعلن على ضربة خطأ لفائدة فريق نهضة شباب سلوان. الإخوان خصكم تعرفوا أن التصوير اللي كنصوروه يعني صعيب بزاف باش أي واحد يصور، الظروف ما كتسمحش، أرضية الملعب كتشوفوا غير صالحة لبث مجريات اللقاء. مجموعة ديال الاحتمالات، هذه لقطة ضغط، الحكم يعلن عن ضربة خطأ لفائدة نجم مدار بعد أن كانت محاولة خطيرة لفائدة أصحاب الأرض. شباب سلوان خطيرة، محاولة خطيرة، ركنية لفائدة نجم مدار. شوفوا محاولة كانت خطيرة، لو تدخل أحد المدافعين
المدافعين. الحظ ملي صعيب نجم ميدال من اجل تسجيل الهدف الاول فيما قلت لكم النتيجة غير مباراة غير سهلة بتاتا. شوفوا أن النجم ميدار برصيدها 12 نقطة بعد فوزها بأربع مقابلات متتالية إلى فريق نهضة شباب سلوان، كذلك ليس بالخصم السهل وخاصة في عقر داره. اللي كيمتلك مراسي ديالو 7 نقاط لقطات ممتازة، فريق لا يستهان به، فريق ممتاز نجم ميدار. جل اللاعبين لهم إمكانيات تقنية. هذا هو مدرب الفريق نهضة شباب سلوان هشام ميميش مقدم من وجدة. الحكم يعلن عن ضربة خطا بالنسبة للمدار. قلنا لكم المقابلة بدأت تقريبا 10 دقائق على بداية اللقاء الذي تجمع فريق نهضة شباب سلوان وفريق نجم ميدار. محاولة ولكنها خارج أرضية الملعب. Thank you.
كثيرة حجت لمساندة أصحاب الأرض. محاولة ضائعة، هجوم مضاد رقم 10، إلا أن الدفاع أصبحت تشوفوا محاولة لفريق أصحاب الأرض، والحكم يعلن عن ضربة خطأ لفائدة فريق نهضة شباب سلوان. حارس في المكان المناسب. كانت محاولة صعبة. ضربة زاوية ثانية. حضور كثيف لعناصر الدرك الملكي من أجل أن تكون المباراة تسود بها روح رياضية. الحارس أخطر محاولة في الشوط الأول لفائدة نجم مدار، وقلنا لكم أنه الفريق متمكن لم يخسر أي مباراة إلى حدود هذه الساعة، لم يخسر أي مباراة إلى حدود هذه الساعة. أربع مباريات فاز منها بأربع مباريات. أتمنى أن تكون الإصابة خفيفة وإسعاف أحد لاعبين نجم مدار. كمان
تقريبا 15 دقيقة على بداية اللقاء. قلنا لكم الجمهور كثير حجة لمدرجات الملعب، كنتمناو من المسؤولين من أجل إنشاء ملعب يليق بكرة القدم وبالإعلاميين وكل الزوار، احتراماتي للجميع. وقبل المقابلة قلنا لكم إصابة أحد اللاعبين، نتمنى أن تكون إصابة خفيفة. حكم المباراة في حديث مع مندوب المباراة. على ما يبدو أن اللاعب أصيب وهو الآن من أجل الخروج من وقعة الميدان، أتمنى له الشفاء العاجل وإن شاء الله تكون إصابة خفيفة يا رب. دخول المسعفين وحمله إلى خارج أرضية الملعب. إلا أن اللاعب أراد أن يخرج بدون حمله. يستعد للدخول. سلامات. لاعب يحمل رقم 20 من نجم مدار. Thank you.
ضربة تماس لنجم ميدار تمس لفائدة نهضة شباب سلوان حوالي دقائق 20 من الشوط الأول في هذه الأثناء بنتيجة على بياض بدون أهداف، رغم أن كانت هناك بعض المحاولات للزوار إلا أن العارضة كانت في مكانها. الحكم يعلن عن ضربة خطأ أصحاب الأرض. النتيجة 0-0 لهذه الساعة 22 دقيقة على بداية اللقاء. النتيجة على بياض. سلام، ولكنها لم تكن في الشباك، كنت كتشوف مباشرة أول فرصة سانحة للتسجيل لم تفلح. فائدة نهضة شباب سلوان. أي خطأ باغث للاعبين سيندمان عليه كثيرا. Thank you.
الخامسة من القسم الممتاز عصبة الشرق لقاء القمة. إن فريق نهضة شباب سلوان ونجم ميدان نتيجة إلى حدود الساعة صفر لمثله بدون تسجيل أي هدف كلا الفريقين. نعرفوا أن فريق نجم ميدان نجم عنيد، خصم عنيد له شبان في المستوى، لذلك المدرب لا يرتاح. كتشوفوا كل المدربين يعطون التعليمات للاعبين. ضربت الخطا ولكن في يد الحارس. نجم ميدار كتشوفوا من وسط الميدان او لا، ولكن خارج ارضية الملعب. المحليين الحق
ركنية لفائدة أصحاب الأرض، هذه ستستغل من أجل التسجيل. جزاء أي خطأ سيندم عليه الفريق. تشوفوا الجماهير العاشقة لكرة القدم، سواء سلوانية أو نجم ميلار، الكل حاضر ومساند الفريق.
حاولت نجم مدار الحارس كان في مكان المناسب. احتكاك بين اللاعبين، الحكم اللقاء يعلن عن ضربة خطأ لفائدة نجم مدار مع إعطاء بطاقة صفراء رقم 13 لشباب سلوان. صراحة قلتها مرارا وتكرارا، نجم مدار له فريق منسجم بين اللاعبين مما يشكل خطرا في أي لحظة في أي دقيقة. نتيجة 0-0 بدون أهداف، ونحن في الدقائق الشوط الأول يعني تقريبا 38 دقيقة على بداية اللقاء الأول. تفصلنا فقط دقائق ويعلن الحكم على نهاية الشوط الأول. النتيجة بدون أهداف رغم أنه كانت محاولة سانحة للتسجيل ولم تستثمر من أجل الهدف، محاولة ولكن خارج أرضية الملعب. نفذت ضربة الخطأ، النتيجة بقيت على حالها 0-0. Thank you.
اللاعب رقم 9 نجم ميدار كاد ان يباغت الحارس نتيجة 0 لمثله بدون أهداف. يطالبون بضربة جزاء لكن الحكم يقول ضربة ركنية. أخطر محاولة في الدقيقة 45 لفائدة أصحاب الأرض. Thank you.
45 دقيقة 45 دقيقة ندخل دقيقة 46 رقم خمسة كاد أن يقوم بخطأ فادح رقم 99 يخرج الكرة إلى الشرط بعد الخطأ ندخل الدقيقة 47 ضربة مرمى لنجم ميدال الحكم ينظر إلى الساعة على ما يبدو أن الصفيرة ستكون هي الحل الواحد من أجل نهاية الشوط الأول ويعلن الحكم على نهاية لقاء الشوط الأول بين فريق نهضة شباب سلوان وفريق نجم ميدال انتظار لقاء الشوط الثاني. انتم في رعاية الله وإلى اللقاء.